السلام عليكم. فكرة الفيديو ازاي اعمل انيبل للشادو كوبي، دي خاصية بتسمح لي باسترجاع الملفات في حالة ان هي اتمسحت بالغلط. ده بارتيشن فاضي وهكريس جواه ملف جديد، هكتب فيه اي داتا، ازاي افعل الشادو كوبي. لو جيت دخلت على البريفيوس فيرجن هلاقيها نوت افاليبل، لازم افعل الشادو كوبي الاول. باي ديفولت هي ديسيبل على البارتيشن، بعمل لها انيبل. لما عملت لها انيبل هو اخد نسخه من اللي موجود في البارتيشن اوتوماتيك. ده الفايل اللي موجود في البارتيشن، هعمل له ديليت وهعمل له ديليت كمان من ريسايكل بن. هاجي على البارتيشن، هقول ريستور، هلاقي ان الملف رجع تاني. شكرا.